مرحبا. إذا كنتم من محبي المقالي بس بتفكروا مرتين قبل ما تتناولون، رح نحضر سوا سندويشات جيب التاجر يلي مقليين بمعلقة أكتيفاي وحدة من الزيت. لنحضر هيدي الوصفة لخمس أشخاص، أول شي بدنا نحط بوعاء كوب من البقسماط، نرجع نحط رشة ملح ومنتركه على جنب. وبوعاء تاني بدنا نخفق بيضتين مع معلقتين كبار من المي. لتعرفي إذا البيض طازة حطيه بقلب وعاء مليان من المي. إذا كان طازة بينزل على الكعب، وإذا كان فاسد بيعوم على الوجه. وهلأ بدنا نجيب 10 قطع من التوست الأبيض الطري، ومنجيب قطعتين ومنضغط عليهم بواسطة الشوبك. ومنجيب قطاعة بشكل دائري ومنضغط على الخبز. ومنحط القطع على جنب. وهلأ بدنا نغمس قطع الخبز بخليط البيض أولاً وبعدين بخليط البقسماط. ومنصفن على شبكة الوجبات الخفيفة من أكتيفراي سناكين. وهلأ مندخل الشبكة على الأكتيف فراي ومنسكب فوقها معلقة من زيت الزيتون. منعيرهم لمدة 5 دقايق لحتى يحمروا قطع الخبز. وبهيدا الوقت بدنا نحضر الحشوة. بقلب وعاء بدنا نحط 200 جرام من التونة، ونحط فوقهم نص كوب من الذرة، حبتين من مخلل الخيار المقطع لمكعبات صغيرة، مع معلقتين كبار من المايونيز، وملح بحسب الرغبة، ومنخلط المكونات لحتى يتجانسوا منيح مع بعض. فيك تستبدل التونة باللحمة أو الدجاج. وهلأ منترك الوعاء على جنب لحتى يخلصوا قطع الخبز. وهلأ منطلع قطع الخبز من الأكتيف فراي. وبدنا نقطع الخبز لنصين ليصير عنا جيب تاجر. وهلأ مناخد جيب ومنحط شوي من الحشوة مع حبة طماطم وشرائح من الخس، ونستعين بعيدين خشب لحتى يمسكوا بعض، ومنحطها على طبق التقديم. هيك طبقنا صار جاهز. بنصحك تقدميه مباشرة على سفرتك. ما تنسي تحضريني ببقية الفيديوهات لوصفات ولا أجدد، وبتمنى لك إفطار شهي.